يا ربا شو بهاج اقعد اقعد. السلام عليكم يا ويلكم مني. يلا حيهم شو الاخبار؟ اسلم يا بهاج. مرحبا ابو جاب. يقول يا صاحبي بنت راضة والمعذرية انفسنا ما عاد تحمل فوق طاقتها. زانت علاقة قطر مع السعودية وعلى لذا الحين ما زانت علاقتها. ما زانت علاقتها. مرحبا بالله. الله يسامحك والله اني صالح. صاحبي يا مرحبا والله وما السلام. اما حنا وانت وصحة علاقتنا. وعلاقتنا اقوى من من اول واقوى. ايه؟ لكن مرحبا والله شوف الصاحب الغالي ان جاك كل ميدان. زانت العلاقه مع بهاج ولا ادري؟ لا زانت ان شاء الله. دام الخال معك ومعك الربع دول 100 ان كان يبي العلاقه تجي خليه يجي 100. حلوه.